Qurban siwa annqo wana ken degaysi ya ku soo hagaag toddobaadkan waxaa noogu martay cabdinaasir cali barkhad oo ah kooxahan la dagaalamo ama si ka mid ahaa had ya jeer dadkan waacidiinta ah ee la dagaalamo mukhaadaraadka mawduuceennuna waxauu yahay cawaaqibxumada uu leeyahay mukhaadaraadku isaga oo meelo badanlaka jeediya ilaahay kheyr ha siiye toddobaadkan waxaanu jecel lahay bal dhallinyarada iyo cidda kale ee howlahaasi ku foogan ee aan weli ku qancin بل اللي باتوين اي حميدة اما ومخدرات ومخادرات هي ان او شيخ الفلية التفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى وبركاته دق استيال سيدا ودين شيقي وري فيصل با وحن ان شاء الله تعالى موضوعا كو موضوع عن مهمة واهم مخدرات كا استعمال عواقبته حم أي كده بيسم كا حيو هذا هو وح كست عقل جا وضبولة ولذلك خمار كا أما خمار كا وحلا لما رضا يرى قبل ما ده حيدا يكون ضبوشة دبولة أي خمار لوجو خمر نوع خمر لوجو بحي دبولة ده عقل ودبولة يو نبي جنس الله عليه وسلم هو رمي يو حكوت المام إن خمر الأوران كرا وح أو من كدورية مركل من ده مخدرات ده خمر ده

سورة سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون آيات آيات آخرنا ما لابد آيات آخرنا علم الله وحيك لباتوين إلى هاي كشاقي وعاقب حما عاقب الله من ميدا أما من آخر هالنقطة وحكم إذا بيدا إنه سبحانه وتعالى قتل ما مي إنه يه ريجسون ريجسون وحلا إله وح نجاسته نجاس بيلهي سبحانه وتعالى قتل ما مي من عمل الشيطان شق شيدان وعمل الشيطان قفك مخدرات فراها كهيا وحقول إلهي سبحانه وتعالى وقتل وح. و... ما إن ميل ودمري الساق إيه أسنام تلعبوا ذي يو قريه يو يعني بحراس أي لا لا ما نسيه وحكى الله سبحانه وتعالى كنت المامي عذاودي عليت مؤمنين تدحيه ذا إنه رجوا وحكى له وش راجي ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة صلاة أي حس كإلهي تذكره كمشقولي أرتع عرب حمو أنت هسا أقول فلان هذا إنه إنه عرب حمد الله يهوه حكم إذا أنت أنا ولا بلا جان أدونك خوفكم مخادرات استعمال شرعي عدنه وحي ااا ك كواجب السحد انا عقاب حر عقابات بكتش ذي اه إلى سديات شهدن لا كارسين كار أفرت الله إلى سديات شهدل يعني اللي بعتدوا ليه أوجد مخدراته وحكم يدور على ليال عقوبة حمدة مخدرات كليه علماء قارسين حديث ترى كوب قف كمخدرات كاستعماله من دوريها مدمن كأ لا قبته ماي العان ككون إن الله السلام من حتى وصلّى أنت شرعي عضو أي مسلمين تلحدوا أشي دي سئ إن أي تريان الله صلّى ولذلك الإمام البخاري كتاب كيسة إيه ادب المفرد كوحي بابا يسا باب لا يسلم يصل لا على فاسقين قف كفاسقة انان الله سلام فاسقة واحا كم يدب اليهن وحويانه اللهم صل على محمد قف كاستعمالا وحويان مندوريا وحا سوقا ونبي عليه الصلاة والسلام لا تسلموا على شراب الخمر والله سلامه هو قعب خمر قعبه خمر قعبه يعني بط اللي بعبتان كيس الماما يسا ان لا عقابه يو oo waxa weeyaan la tilmaamayo in la go doomiyo u dareemo in waxa weeyaan uu ku jiro heer go'doomina وحكم إذا عقوب حمد الله الشيء إن آخر بل قال إن إيمان حمد الله الشيء ولذلك نبي قال عليه الصلاة والسلام حط الماما قفك لي دليا مركو قف دليا إيمان كوالاق قادة من نور صلى الله عليه وسلم يا مزيني سوء إيمان لي كخمر عبا يا خمري ما عبا يسوء إيمان لي وعلى قد حصار حالد وحكو سوغن يحيب سجارة خمر نبي صلى الله عليه وسلم روغو وحلوك يا ني سيدا الشيخان كان لحكنا أم الخبائس بالله ايه. إلى هذا إن بالمحال لو لتشيدا شرعيا أم الخبائس ثرت عدي كومك عوضي وقوه الرئيسي وحوها سحابي قعان كاي اسمان بن عفان

ماندوريه بعد عليه وهي هاي البال بالدل يرد إن بالبنت واضرك تيو إن دولة دي كالم وين عيا إن إلا مدحونه إن حق <applause> بالصار سدي ما أنت عينه وقوم من تيدي الحين أو مخدرات كواضرك تي إن وحي وسرد أهرمها بدهه وكل عيسو بالك تي إذا بدأ أملجو وحوين قبل الله دلك إن عرضن ولا لحوق أي كحيان إن بالكعول معهن محاض وشجل هيد إن sidii bal matala dadweynuhu iyaguna kaalintooda ay uga qaada lhan iyo dhinacii diinteeda wadaba orta aad ba ugu maadsan yihiin madaxa dalku madaxwenu ugu horeeyo runtii mar walba uka hadlaa xisbiga kulmiy wayaal olalaa u gal waa kamid ah inuumaadooryaaladagaalamo taa waan ku bogaadia ciidamada ammaankun way kumaat s ladagaalamaoo ugu horeyo janaood alabarakeeyo laakin waxanu ognah walaalayaal orta mukhaadaraadku waa waxyaalaha umadaha lagu baabiyo dagaalada ugu badane ummadaha lagu baabiyab mukhadaraadka wey qaarkood baa dowladoo dhanaan huban loo adeegsanba marka wo ta inla dareema baraarujilaha qodobka labaad arintan waa masuuliyad guud wey dowlada ka masuula ciidamada ka masuula bahla dhaqanka ka masuula warbaahinta ka masuula culimada ayaa ka masuula dhahaatiirta ayaa kamasula ganacsatada ayaa kamasuula waxaan usoo jeedi lahaa qof walba kaalinta kaga aadan inuu aato nwhagaag inaynu joogtayno oo maanta maalan ciidanu iyou يكو هول قلدو دي وي ودال <سؤال> المالين كسته الحتى إلا إيو أن قبل الله ما نول بوال الصور لغا لكن إن مثلا علم دو إن قلدو دو أي چوك تيان أو مساة جدد دي قلدو دو وغا سيد دينا يا الماليه كلا إيو دمان با إن قلب كوربا هنتا أو أدمو إن

shaqadani waa sidaanu tilmaan waa duulaan lagusoo qaaaoha kar dalka duulaankaas <muchos> wuxuubahanyahain qorshiiisa yeesho keliya wadi iyo cid lyadilagasameqoodheer odibatdadaiyaraku ayo tcaimadko tdinkuayo tdhaqa kuo tdhaqlaku ayo t doladnimada ku hayo t dhibatooyinkiiso dhan cilmibisqodhlagarinta labaad uma baahna xamaasad iyo in mar laga hadlo keliya badgalogta oo dadka waxaan soo maleegayaaba u sabrayaan dhibaatadiis wukah meel walba lasoogeliyo tda gaarigalasoogeliya waalasoogeliyaurah baa lagu soo tolaa dumarbaa isku soo xirxia aday doonaan waxaaso dhanwaqorsholoo diyqorso intaka balaaano loo dejiyo lagu muwaajheyo wa inkadhighaqa joogta oo culimadu aykaga hadlaan hudbad kastoo jimco la jeedinayo cumad ina kaga hadlaan dhaaatiirt nay marwalba ka hadashaa dadku aad wa udhgysadhaaatiirta culimada labadu ina doorkooda qaataan badadhaqnwaa ina aad uga hadlaan waa kaloo soo jeedin lahaa

israaf badan buu leeyahay oo waa dhaqaalo u baahaya haduu yahay matalan khamrigii hadduu kii kala yahay xashiishadii n bal dhinaca israafka qudheeda wallaahi waxaanu oran karnaa dhaqaalo burburka ugu weyne bulshadana ku socda waa muhaadaraadkoyi n runtii baadiya haddaad eegto xataa magaalada ba anaada u soo gudbien waxaad arkaysaa nin dhan oo hantidiisu ay kooban tahay oo laga yaabo ta ugu muhiimsan wakhtiyada qaarkood

dhaqaalaha bulshadeenu ay haysato waa in aynu ogaanaa inuuyahay dhaaal buhaueeoo la ilaaliyo oo la dhawro altuau sia taberoodbaayqooyigamagaalada taaas marki iskucee ddkkonton qofeg ontoibaeginkastoo kamid an dolarhadii la yareyodolab adolamarkaad bisi udftoqootoofau waxaanoo soo baxday sagaaan kun oo dolar anadina kuawaa kontonnin oo tldegd gara en wahagaag ugu dambeyntii bal cawaaqib xumida aan kusoo celceline en maxaad bal dhallinyarada aada uga degi lahayd sidii iyo sidii mujtamaceennu ay dagaal joogtaa ay ula geli lahaayeen dadkan soo gelinaya oo maantaba diiq ku jira kuwii la xukumay oo qudhooda een aan maanta loo naxariisanayno en xukumo adag la saarayon

أنا داتي ده بدو لقبيه إن ومدى لبده باديو باقي له بده باديو لو رغضب أنت المامي الهايو إن إنه كوب بده بادي كرنا كو ورتع إذا مدى بيرسكون الحجيو واللي بحنا كدر الها أن ترى هن شيء دين له إذا ما قارو طوبرا أو دم خدرات كسيا بقارو الله تعالى ما حلي هن دام قارو لو وجهه مرك إذا ما طوبر قارو لسيء ورد قارو قارو لو بحنا لسمي كو بحنا سوي شيء دين له ورد بولشدة إيه أرين حلقام أو كم يدي أورك وعيقلين تيد بيرجون تم خدراتك إن الله تاجروا الحجيو بحنا سوي شيء دين له مناهجتين وحبرشدة